يعني هذا غير متوقع جدا، هذا الرد يعني أبدا. هذا الموضوع أعتقد تم وفق هندسة الرد، يسمى الرد بتصرف يعني. لأنه أولا يعني وفقا، إذا أخذنا بنظر الاعتبار كمقاربة ومقارنة، الضربات التي تنفذ في لبنان، الضربات التي نفذت في غزة، مستوى الدقة، مستوى استخدام السلاح، مستوى تدمير الأهداف، لن نشهده في هذه الضربة. هذه ضربة ربما أيضا في نقطة مهمة أحمد عيني، أنه ما في صور، يعني ما في صور ولا فيديوهات ولا في شيء يثبت قوة الضربة. هذا يعطينا انطباع أنه إسرائيل يعني كما كانت أو ردت بنفس الطريقة اللي ردت بها إيران بوعد الصادق 2، هي مسألة وصول السلاح ولكن وليس ضرب فتاك. وأعتقد يعني الإسرائيليين استفادوا أنه لأول مرة يخرقون الجو الإيراني، نوع من الاستطلاع من الجو، تقييم وتقدير قدرة الرد الإيراني. يعني ربما يعني نستطيع أن نصفها تمرين بقطعات ولكن بذخائر حية. وتعرف أنه جرى إخبار إيران طبيعة الضربة من قبل إسرائيل، طبيعة الضربة، ما هي الأهداف اللي حيضربوا. ولا ننسى أن المرشد قال قبل 4 أو 5 ساعات من بدء الهجوم، قال لو أنه يضربون أهداف عسكرية فنحن لا نرد. وأعتقد الراعي الرسمي يعني للمشهد في الشرق الأوسط اللي هي يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة بايدن كانت ترغب أن يكون الرد بهذه الطريقة، على عكس التصريحات الإسرائيلية التي كانت تشير أنها ضربة قوية وفتاكة وتصريحات كبيرة جدا. ولكن هذه الضربة ربما يعني هذا ممكن يعني أن نتخطى سيناريو مهم جدا، يعني ربما تكون هناك ضربات لاحقة إذا رغبت إسرائيل أن تنفذ، أنها كسبت معرفة بالجو، استطاعت أن تختبر أسلحتها وطائراتها. الموجات التي شاركت فيها F-15 F-16 وF-35 إضافة إلى طائرات الإرضاء الجوي و طائرات الانقاذ تسمى انقاذ الحياه، لو انه يقع احد الطيارين او شيء يستطيعون انقاذه، اضافه الى طائرات الاسناد. عندما تنظر اذا هكذا طائرات، يعني هذا مستوى طائرات ربما ينفذ على مستوى، انت يعني وضحت وشرحت على الخريطه انه الاهداف كانت متباعده، وهذا ما يعطينا انطباع انه حريه الحركه الطيران الاسرائيلي، يعني عندما يضرب جنوب غرب ايران، يضرب شرق ايران، يضرب طهران، أكيد يعني هو نوع من أنواع جس النبض أو التدريب. أما مسألة يعني عملية ومؤثرة على إيران، لا أعتقد حقيقة بهذا الشكل، وربما جاءت بشكل مشابه للضربة الإيرانية. كما شهدنا إيران ضربت 180 صاروخ برسالة أن أستطيع أن أوصل، ولكن ليس برؤوس فتاكة، وأعتقد جاءت بهذه الطريقة.